إذا أنت من الناس اللي تحب تصلح سيارتك بنفسك وتغير وتعدل وتفكفك وتركب، لا يفوتك هذا الموقع اللي راح أقول لك عليه. راح أعطيك فيديوهات مشروحة لكل قطعة في السيارة، كيف تفكها وكيف تركبها بطريقة جدا احترافية ومجانا. تعال أوريك، تعال هذا الموقع الرهيب وسجل هذا الاسم عندك كده. تعال من فوق من الأعلى واضغط على مقاطع فيديو كده. تعال من هنا من الأعلى، حدد موديل السيارة، نوع الشركة ونوع السيارة. على سبيل المثال أنا اخترت هوندا موديل سيفيك 2022. إذا انك انت تختار من هنا حسب الاقسام، مثلا القسم اللي حاب تتعلمه يكون في قسم الاكسسوارات او في المكيف. بعد كذا راح يطلع لك مقاطع فيديو تعليمية كيف تفك وكيف تركب وكيف تصلح. صراحة جدا خرافي الموقع. هذا شرح مثال واحدة من الفيديوهات الموجودة في الموقع، كيف تفك القطعة وكيف ترجع تركبها. صراحة شيء ابداعي. وعشان اسهل عليك راح احط لك الرابط على قناتي في التليجرام. كل عليك صاحبي ادخل على الرابط الموجود في البايو. توفيق.